يو الدراري الدريات، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة. اليوم غنهضروا على بزاف ديال البلاند عندهم علاقة بلي باج دراف في المغرب. قبل ما ندخل في الموضوع ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو، كومونتير وابوني في لاشين. نتلاقاو بعد الانترو. الى قلنا لكم رابتيفيست، هاد الكلمة كاينين الناس اللي غيعرفوا علاش كندويو، وكاينين اللي ديجا غيسمعين بها، وكاين حتى اللي ممكن اول مرة غيسمع بها. رابتيفيست هو واحد السيت ويب اللي بان في الالفينات واللي ممكن نعتبروه اول بلاتفورم ديال الراب والموفمون هيبوب في المغرب. فهاد لابيريونيت فاش بدات الانترنت كتنتشر في المغرب، ومن خلال هاد السيت عرفنا بزاف دروابا اللي باينين في الدومين بحال دومبيغ، مسلم، امينوفيس، كاليبر، ماستافلو واللائحة طويلة. نقدروا نقولوا انه من هاد الوقيته وسبب هاد السيت ودي سيت اخرين اللي جاوا من بعد منه اللي بداو كيلوحوا لاكتواليتي ديال الراب، ولينا كنشوفوا دي زانترفيو مكتوبين ولا مصورين في نفس ليبوك اللي كان فيها سكاي بلوغ وماي سبيس، بحال كيما كنشوفوا دابا في الفيسبوك وانستغرام دي باج اللي تقريبا كيديروا نفس الحاجه. هادشي كامل بدا كيبان بين 2015 و2017، فهاد الوقت اللي الراب مغربي بداو كيبانوا فيه سميات جداد وستيلات جداد، وحتى بزاف من البيبليك اللي كاين دابا عرف الراب فهاد الوقيته. هنا فين بداو دي جروب فيسبوك اللي ولاو دي باج من بعد اللي مهتمين بالراب، ودخل واحد الاليمون جديد اللي ما كانش قبل اللي هو الساركازم، ترولات والميمز الى اخره، اللي اصلا هذا الساركازم ولا هو الحاجه الاساسيه اللي معتمدين عليها هاد لي باج. وهنا نيت فاش بدا البلان ديال التسريبات والفري داونلود وهادشي اللي غنهضروا عليه من بعد. ومن بعد هادشي وقعت واحد الهجره ديال هاد لي باج من فيسبوك لانستغرام. هنا غنهضروا على هاد لي باج اللي هو اصلا الموضوع ديالنا. لي باج اللي غندويو عليهم هما لي باج اللي الكونتوني ديالهم معتمد ومبني على الساركازم، البيف، لاكتواليتي الى اخره. الاغلبيه ديال هاد لي باج عندهم طريقه وحده للخدمه اللي هي كيلوحوا بزاف ديال لي بوست اللي معتمدين على الانجيجمنت اللي كيخليو البوبليك يتفاعلوا اكثر مع البوست. هادشي اللي كيخلي الريتش يطلع وبطبيعه الحال الفولورز يتزادوا. وكاين واحد النقطه اخرى، هاد لي بوست ديزاين ديالهم اغلب الاوقات كيكون ناقص، وحتى ليدونتيتي فيزيوال ديال هاد لي باج ما كايناش، وتقريبا عندهم نفس الكونتوني كاملين. باختصار الكونتيتي اكثر من الكاليتي، وحتى من سميه الباج ولا الكونسيبت ما كيكونش ابداع. الاغلبيه شافوا جوج كلمات اللي خدامين ومشاو مزيان، الكلمات اللي هما موروكان ولا راب، وديما كتلقى وحده من هاد جوج كلمات ولا كتلقاهم بجوج. حتى اللي ما كيديروش هاد السميات كيختاروا السميه اللي غالبا ما عندها حتى معنى وما عندهاش علاقه بالدومين، زائد ما كايناش واحد الفيزيون والكونسيبت، يعني غير غاديين على الله وما عارفينش الكونسيبت فين غادي ولا الباج ديالهم، وما خدامينش على ان الكونسيبت ديالهم شي نهار يكون على ارض الواقع. دابا كنوليو نطيحوا في مشكل كبر اللي هو هاد لي باج، البعض منهم طبيعة الحال كيسحابهم باللي هما اللي عندهم السوار ديال الراب المغربي لدرجه كيبارطاجيو غير اللي بغاو، ولي زارتيست اللي كيكونوا كيعرفوهم لي زادمين هاد لي باج شخصيا. وكاينين بلانات اخرين، مثلا باج كتلوح بوست على شي رابور، هاد الرابور ملي كيعاود يبارطاجي البوست عنده كيدخلوا شويه من الفانز ديالو لديك الباج، هادشي اللي كيخلي الباج بقات تلوح لي بوست غير على داك الرابور باش تربح من موراه فولورز. وهذا المثال غنسقطو على كاع الروبا اللي عندهم فولورز واودينس طالعه واصلا كيكونوا محسوبين على رؤوس الاصابع. حنا ما كنقولوش ان هاد لي باج ما كيبارطاجيوش روابا اخرين، غير هو قليل مقارنه باللي ذكرنا في الاول. بعض المرات هاد لي باج كيبارطاجيو لاكتواليتي ديال الروابا والمزيكا ديالهم بناء على الذوق الشخصي ديال لي زادمين هاد لي باج، وحتى لي موفي شوا ديال لي بوست اللي كيتلاحوا في هاد لي باج السبب ديالهم كيرجع لان هاد لي زادمين ما كتكونش عندهم معرفه كافيه بالدومين الراب والهيب هوب، وهادشي لانهم في غالب الاحيان كيكونوا صغار فلاج وما عندهمش تجربه على ارض الواقع. مثلا ما كانش كيرابي قبل ولا كيكومبوزي ولا خدم في لورغانيزاسيون ديال شي ايفينمون دراب، يعني كتلقاهم ما عارفينش وما فاهمينش شنو كيدور في لي كوليس، الشيء اللي كيخليهم هما والبيبليك بحال بحال. وحاجه واحده اخرى، هاد لي باج غالبا كيبقاو يدورو غير في المدن الكبار ولا المدن اللي فيهم الروابا بزاف بحال كازا، الرباط الى اخره، هادو هما اللي كيتبارطاجو بزاف عكس الروابا الاخرين اللي عندهم بوتونسييل وبرودوي ناضي ولكن كيكونوا في مدن صغار ولا اللي كاينين في الشمال المغرب ولا الجنوب. ونهضروا حتى على اللي ممكن نعتبرهم سيبور ميديا، اغلبيه كتلقى الكونتوني ديالهم دي زانترفيو مع دي زارتيست، هادي حاجه مزيانه، ولكن المشكل في هاد لي زانترفيو كيسيبلو غير روابا اللي كيكون عندهم كلاشات مع روابا اخرين، وغالبا لي كيسيون كيكونوا على حوايج بانال ما عندهم حتى علاقه بلا كولتور والكارير د الارتيست، كيدورو غير على لا في بيرسونيل بحال اشنو المشكل بينك وبين فلان، شنو علاقتك مع فلانه، الى اخره، كيركزوا غير على بحال هادشي. وحيت حتى البوبليك هاد النوع من لي كيسيون كيثير الفضول ديالو وهادشي اللي كيكون باغي. ونورمالمون انت كميديا بحكم انك فان في لاكولتور وعارف الميليو ارتستيك خاصك انت اللي تطلع النيفو لبرا والبوبليك هو اللي يطلع عندك ماشي انت اللي تنزل عنده، حيت الا كاع لي سيبور ميديا طلعوا النيفو كيما قلنا بدي سوجي ودي كيسيون اللي في الصميم، كون على يقين ان البوبليك حتى هو ما غتبقاش عنده معرفه سطحيه بالدومين وكيولي فان في لاكولتور هيب هوب. دابا نهضروا على البارطاج والدعم ديال هاد لي باج لي بروجي بفلوس، سواء كانوا تراكات ولا كليبات الى اخره، وحنا ماشي ضد هاد البلان، ولكن غالبا هاد الفلوس كيطلبوهم من روابا اللي يلاه بادين وباغي نوصل للجمهور. حرام حرام
هنا فين كاين المشكل بالنسبه لينا، حيت اغلبيه ديال الروابا اللي يلاه بادين كيكونوا كيتقاتلوا وكيجمعوا باش يريكورديو وحتى باش يلعبوا على انستري اوريجينال ويكليبيو، كتبقى في الشك نظرا للامكانيات الضعيفه جدا. وكما كتعرفوا الوضعيه ديال البلاد اقتصاديا كاين مشكل كبير ديال البطاله وفرص الشغل قليله بزاف، وحتى هاد لي باج كيفكروا بطريقه اخرى كيقول لك الرابر عنده فلوس باش يخلص البيت ميكر والستوديو والكليب ويجي حتى لانه ما يخلصش. اللي خاص هاد لي باج يعرفوا هو انه ما عندناش اندستري ديال الموسيقى في المغرب بحال برا. نعطيكم مثال، رابر في فرنسا الى انفيستا في الراب تقاتل وخلص كاع هادشي اللي قلنا عنده حظوظ كبيره انه الى تلونسا يرجع فلوسه والربح من الفوق، وحتى دوك التراكات الى نجحوا كيبقى الكونتور ديما خدام، بمعنى كيبقى يربح فلوس من موراهم وقت ما دازوا في الراديو في التلفازه لي كلوب لي ريستو الى اخره. وكاينين حتى لعيبات اخرين باش كيدخل الفلوس، هادشي اللي مازال عندنا فيه مشاكل في المغرب. وغتكونوا سمعتوا بالعباره ديال الشهره بلا فلوس. في المغرب الرابر تقريبا في السنوات الاولى ديال الكارير ديالو كامله كيكون كيخرج من جيبو وكيربح غير الشهره، وكيولي الجانب المادي ما مساويش مع الشهره ديالو. دابا وصلنا للمشكل ديال التسريبات. هادشي ديال التسريبات الربح كيكون غير لجهه وحده اللي هي هاد الباج ولا الشخص اللي كيسرب تراكات، والارتيست كيكون خاسر. والربح ماشي ضروري يكون ربح مادي مباشر، ممكن يكون زياده في الفولورز وريتش ديال الباج. وكاينه واحد النقطه اخرى، ممكن هاد البروجي اللي تسرب كان هاد الارتيست غايلو حب فيزيوال ناضي، يقدر يكون كليب ليريكس فيديو انيماسيون 3 دي الى اخره، وديما الخدمه كامله غضي، حيت الا شي واحد سمع تراك مسرب ما غاديش يتسنى شنو غايلوح الارتيست من بعد في يوتيوب، وما غاديش يمشي ستريمي في لي بلاتفورم. وهنا الارتيست كيضيع ماديا وحتى معنويا، ما كيبقاش عنده الخاطر ولا الجهد باش يزيد يعطي ولا يخدم بروجيات جداد. وماشي غير الارتيست والفانز ديالو اللي ضايعين هنا، راه حتى الموفمون ديال الراب والهيب هوب ما كيزيدش للقدام وكيولي صعيب يتاكسبورت لبرا ديال المغرب. وهنا اللوم ما كتكونش غير على لي باج، راه حتى بعض المرات الغلط كيجي من الرابور براسو، كيعطي تراك ديالو سواء كان ميكسي ولا غير بريز دو سون لشرانو قبل ما يخرج البروجي فينال. وفي بعض الحالات ستوديو ولا البلاصه اللي كيخدموا فيها نقدروا نقولوا انه ما كيكونش نظام، غا اللي جا كيدخل غا اللي جا يدير يدي في البيسي، ممكن اي واحد من هادو غير بيوس بيق ديال الغرض. وراه كنلاحظوا ان غير بعض الروابا اللي كيطرى لهم هاد البلان، وكاينين دي باج كيقول لك ان الفري داونلود كاين في العالم كامل وعادي يكون حتى في المغرب. اللي غنقولوا حنا في هاد البلان انه في برا ديال المغرب هاد الشخص ولا الجهه اللي كتسرب البروجيات كيكونوا قلال وما معروفينش، حيت القانون كيعاقب على هادشي تحصل تخلص. وهادشي كامل كيرجع لان الاندستري كاينه في هاد الدول عكس المغرب، حيت كون كان عندنا المجال ديال الموسيقى مؤطر حتى واحد ما غيزعم ويغامر يدير هاد البلان، حيت هنا كتكون مساله قانونيه وكتقدر توصل حتى للحبس. وفي الاخير يتوب على كاع لي باج اللي خدامين ودايرين ايفور باش يزيدوا بالموفمون ديال الراب والهيب هوب للقدام كيف ما كانت النيه ديالهم ولا الغرض ديالهم من هادشي. والهدف من هاد لا فيديو ماشي الكريتيك من اجل الكريتيك وصافي، حنا ناقشنا هاد الموضوع وحاولنا نقولوا داكشي اللي كيبان لينا غلط وحتى البلانات اللي من وجهه النظر ديالنا خاص يكونوا، وهادشي كيبقى الراي ديالنا والاجتهاد ديالنا، يقدر يكونوا ناس متفقين يقدر لا. ولا عجبكم هاد النوع من الفيديوهات خليو لنا لايك كومونتير وسبسكرايب فلاشي، وما تنساوش حنا لا نوفيل فاك. Peace.